السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة أبو هاجر التعليمية. إذا نرحب بكم في حصة جديدة من سلسلة الحصص التي تقدمها قناتكم. هذه المرة سنكون مع درس يهم تقريبا المستويات الابتدائية مستويات الإعدادية. إذا التماثل المحور سيمتري أكسيال. إذا سنبدأ بتعريف التماثل المحوري. إذا لتكن M إذا الدلتا مستقيم في المستوى M نقطة لا تنتمي إلى المستقيم الدلتا. إذا نقول إن M بريم إذا M بريم مماثلة M بالنسبة للمستقيم للدلتا. لماذا يعني أن المستقيم الدلتا هو واسط القطعة M M بريم؟ يعني إذن الدلتا هو واسط القطعة M M بريم. إذا هذا يطرحنا يؤدي بنا إلى معرفة ما معنى واسط القطعة. إذا واسط القطعة هو المستقيم الذي يمر من منتصف القطعة والعمود على هاته القطعة. دونك الدلتا تن دغوات دون لو بلون سوا ام ان بوان ابارتيان با دلتا ان بريم اي ليماج دو ام بارابور ا لاكس دلتا سيتادير دلتا ايميدياتريس دو ام ام بريم. إذا عندنا مستقيم الدلتا المستقيم الدلتا ده النقطة M من المستوى. إذا قلنا M بريم يسرت علينا نرسم المستقيم العمودي على هذا المستقيم. إذا هنا إذا عندنا هنا زاوية قائمة. إذا هذه المسافة هي هذه المسافة. إذا النقطة هنا M بريم. إذا الدلتا هو واسط القطعة M M بريم. إذا سنرى مماثل مستقيم بالنسبة للدلتا. إذا مماثل مستقيم بالنسبة لآخر إذا عندنا يكون مستقيم الدلتا مستقيم المستوى. إذا عندنا حالتين، إما الدلتا مستقيم د يوازي مثلا نعتبر حالة ما د يوازي الدلتا أو لا يوازي الدلتا أو يتقاطع معه في نقطة. نمر الحالة الأولى أننا نعتبر د مستقيم د يوازي الدلتا. إذا سنرى صورة هذا المستقيم نعتبر نقطتين من هذا المستقيم نقطتين A و B. إذا صورة النقطة الأولى إذن A بريم، الثانية عندنا B بريم. إذا عندنا مستقيم الدلتا وسط B B بريم وسط A A بريم. ماذا هذا يعني؟ أن A A بريم عمودية على الدلتا. وعندنا أيضا B B بريم B B بريم عمودية على الدلتا. لماذا؟ لأن A صورة A هي A بريم، يعني أن الدلتا واسط A A بريم، يعني A A بريم عمودية على الدلتا. وصورة B هي B بريم، يعني أن B B بريم عمودية على الدلتا. وبالتالي عندنا من واحد واثنان هنا واحد اثنان. إذا كان مستقيم عمودي على إذا كان مستقيمان عموديان على المستقيم فهما متوازيان. بالتالي أن A A بريم يوازي ب ب بريم. إذا صورة مستقيم إذا بالتالي A A بريم يوازي ب ب بريم. ولدينا
إذن عندنا A بريم عمودي على الدلتا و B بريم عمودي على الدلتا. إذن A بريم أيضا يوازي B B بريم. إذن نص مستقيم A بريم B بريم. إذن نسميه D D بريم. إذن D بريم سيكون إذن المستقيم الذي يمر من A بريم و B بريم. إذن سيكون يوازي المستقيم D. إذن صورة مستقيم يوازي مستقيم و مستقيم يوازي إذن D بريم يوازي D. إذن صورة مستقيمين متوازيان و مستقيمان متوازيان. إذن إذا كان مستقيم D يوازي الدلتا إذن محور التماثيل فإن D صورته هي D بريم متوازي متوازيا. نرى الحالة الأخرى في حالة الحالة التي يكون فيها D D بريم متقاطعة. نمر الحالة الأخرى عندنا إذا كان مستقيم هنا دلتا محور التماثل وعندنا مستقيم D يقطع هذا المستقيم في نقطتين E نسميه D. إذا صورة مستقيم D بالتماثل إذا صورة نقطة أي نقطة تنتمي إلى محور التماثل صورتها هي نفسها. إذا صورة E هي نفسها E. إذا ثمرة نعتبر نقطة B إذا مماثلة بالنسبة للمستقيم هي نقطة بيبري. وبالتالي إذا صورة مستقيم ومستقيم يمر من نفس النقطة نسميه دي بريم. إذا صورة مستقيم بالنسبة لمحور التماثل يقطع فيه هو مستقيم يمر من نفس النقطة التي هي يمر يقطع فيها المستقيم D وهي E. إذا صورة D الذي يمر من E هو مستقيم يمر من E من نفس النقطة يسمى D بريم بحيث صورة B هي النقطة B بريم. إذا مماثلة قطعة إذا ليكون مستقيم مماثل قطعة. إذا المستقيم دائما دلتا محور التماثل نعتبر القطعة A B A B. إذا سنرى مماثلة النقطة A إذا نسميها A بريم ومماثلة B هي B بريم. إذن عندنا مسافة هنا إذن دائما مستقيم دلتا هو وسط القطعة B B بريم ووسط القطعة A A بريم وبالتالي صورة A B هي A بريم B بريم. إذا التماثل عندنا A صورة A هي A بريم صورة B هي B بريم. إذا A B يساوي A بريم B بريم. إذا صورة A B اللي هي قطعة هي القطعة A B. اللي هي A بريم B بريم بحيث المسافة A B نفس المسافة عند A B تساوي A بريم B بريم. إذن التماثل المحوري يحافظ على المسافة. إذن A B تساوي A بريم B بريم.
بنفس الشيء إذا كانت القطعة لها نقطة تمثل الدلتا، فإن صورتها المماثلة تكون هي قطعة تمر من نفس النقطة، لأن صورة نقطة تنتمي إلى محور التماثل هي نفسها. إذا نعتبر نقطتين إذا الآن مماثلات، إذا عندنا الدلتا نعتبر نقطتين في المستوى A و B. إذا كانت A مماثلة A هي النقطة A بريم، ومماثلة النقطة B هي B بريم، عندنا B B بريم وعندنا A B. إذا كانت A بريم و B بريم هي مماثلة A و B على توالي، فإن AB تساوي A بريم B بريم. إذا التماثل يحافظ على المسافة بين نقطتين. إذا قلنا رأينا بأن مماثلة قطعة وقطعة، قطعة مماثلة مستقيم ومستقيم أيضا، فإذا كان المستقيم يوازي محور التماثل فإن صورته تكون توازي أيضا محور التماثل. إذا نرى صورة دائرة كيف إذا صورة دائرة، إذا كانت عندنا دائرة مركزها O، إذا مركزها O عندنا مستقيم دلتا. إذا أردنا أن نبحث عن صورة O يعني السيمتري بارابور على أكس دلتا، إذا نبحث عن صورة O إذا المماثلة، دائما الدلتا هو واسط قطعة O و بريم، إذا الشعاع هنا عندنا نسميه R، إذا هي مماثل الدائرة التي مركزها هو شعاع R، هي دائرة إذا عندها نفس الشعاع، إذا نفس الشعاع R ومركزها هو صورة، إذا مركز O صورته هي O بريم والشعاع يبقى هو نفس الشعاع. عندنا هي دائرة مركزها O بريم صورة O وشعاعها هو R، إذن يحافظ على المسافة. كيف ذلك؟ لأن مثلا إذا كانت عندنا هنا الشعاع R، عندنا مثلا هنا A، إذا صورتها هنا A بريم، إذا صورة O هي O بريم وصورة A هي A بريم، وبالتالي O A تساوي O بريم A، بالتالي عندنا R تساوي R بريم، إذا عندنا نفس الشعاع. إذا بعد هذا نرى إذا قلنا أن O A تساوي O بريم A بريم، إذن نحافظ على المسافة، يعني أن الشعاع R تساوي R بريم، إذن هنا R بريم تساوي R، إذن مماثل زاوية، إذن مماثل زاوية، إذن إذا كان مستقيم دائما دلتا، إذن الزاوية A O B، إذن الزاوية A O B، إذن عندنا هنا A O B، إذن سنرى مماثل الزاوية سنحدد دائما، إذن هنا المسافة هنا التعامد لأن واسط قطعة A A بريم، صورة O هي O بريم، O بريم، وصورة B هي B بريم.
إذا عندنا صورة زاوية هي زاوية أخرى، إذا هي A أو بريم B بريم. إذا هنا عندنا الزاوية زاويتان متقايستان، إذا عندنا A أو B تساوي A أو B تساوي A بريم أو بريم B بريم. إذا مماثل الزاوية هي زاوية أخرى تقايسها بحسب صورة A هي A بريم و O هي O بريم و B هي O بريم، هي زاوية تقايسها. إذا التماثل يحافظ على الزوايا أيضا. نرى شكلا هندسيا معينا ونرى مثلا عندنا مستطيل، نصنع صورة مستطيل. إذا عندنا هنا مستقيم دلتا وهنا عندنا المستطيل التالي. إذا A B C D A B C D. إذا هنا عندنا نرى دائما إذا عندنا هنا صورة A B C و D. A B C D. إذا قلنا مماثلنا سنرى دائما إسقاط عندنا B A صورتها هي A بريم، إذا عندنا المسافة متساوية. وعندنا صورة B يجب أن نرسم دائما التعامد عندنا. نأخذ الشكل، إذا قلنا A A بريم عندنا نفس المسافة و B التعامد أيضا، عندنا هي نفس المسافة هي B بريم A بريم B بريم. وعندنا صورة A، إذا A A بريم و B عندنا B سيكون هي B بريم. عندنا B هنا B بريم، إذا B بريم. وعندنا هنا دل B A بريم، عندنا A بريم، عندنا هنا B بريم، عندنا هنا C وهنا بريم. إذن في النهاية سنحصل على مستقيم. إذن حينما تكون المعايير مضبوطة، إذن يجب أن نأخذ الأدوات الهندسية المناسبة. سنرى أن صورة الشكل A B C D هو A بريم B بريم C بريم D بريم، وهو مستطيل
يقال يسوي بالله نفس القياس. إذا صورت شكل هندسي بالنسبة للتمات المحوري وشكل هندسي آخر يماثله. إذا بصفة عامة صورة شكل هندسي هو شكل مماثل لهذا الشكل. صورة مربع هي مربع، صورة مستطيل هي مستطيل. إذا يجب أن نأخذ صورة نقطة بنقطة، مثلا أ ب س د، نأخذ صورة أ و ب و س و د على التوالي ثم ننجز الشكل. إذا نمر إلى تمرين تطبيقي. إذا عندنا د و الدلتا مستقيما متوازيان. إذا التطبيق د والدلتا مستقيمان مستقيمان متوازيان قطعا، متوازيان قطعا و أ نقطة لا تنتمي لهما. ب هي مماثلة أ بالنسبة لدلتا، و C هي مماثلة أ بالنسبة لد. بين أن أ و ب و C مستقيمين، بين أن أ و ب و C مستقيمين. إذا الحل هنا، سنجد الحل. إذا عندنا د و دلتا مستقيمان متوازيان، دو دغوات باراليل، أ نقطة لا تنتمي لهما، ب هي مماثلة أ بالنسبة للدلتا، و سي هي مماثلة أ بالنسبة للد. إذا نبين بأن أ و ب و سي نقط مستقيمية. إذا الحل، إذا عندنا أ مماثلة، إذا أ ب مماثلة أ بالنسبة للدلتا. إذا ماذا يعني بأن ب مماثلة أ بالنسبة للدلتا؟ يعني أن الدلتا واسط أ ب، يعني واسط القطعة أ ب، وبالتالي يعني أن المستقيم أ ب عمودي على دلتا. هذه العلاقة رقم واحد، نعتبرها رقم واحد. إذن C عندنا مماثلة A بالنسبة لل D، بالنسبة لل D. إذا ما معنى أن C مماثلة A بالنسبة لل D؟ يعني أن D هو واسط القطعة AC، إذن D واسط القطعة AC. هذا يعني أن AC عمودي على AD، AC عمودي على A على مستقيم D. هنا اثنين، ولدينا بأن ولدينا أيضا D يوازي دلتا. إذا نسمي العلاقة ثلاثة. إذا عندنا واحد وثلاثة، من واحد وثلاثة عندنا، إذا عندنا د يوازي الدلتا، إذا كان مستقيمان متوازيان فكل عمود على أحدهما فهو عمودي على الآخر، وبالتالي عندنا AB سيكون عمودي على D. إذا AB عمودي على D، وعندنا ومن ثلاثة، إذا نسمي العلاقة أربعة. إذا هو اثنان، عندنا العلاقة اثنان
إذن عندنا AC عمودية على D. إذن إذا كانوا مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فإنهما متوازيان. إذن AB عمودي على D وAC عمودي على D. إذن من 2 و 4 نجد AC يوازي AB. إذا قلنا إذا كانوا مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان. إذن ولدينا AB وAC لهما نقطة مشتركة AB وAC لهما نقطة A مشتركة. إذن بالتالي AB وAC منطبقان. إذن نقاط A, B و C نقاط مستقيمة. إذن A و B و C نقاط مستقيمة. إذن قلنا بأن دلتا B مماثلة A. إذن مماثلة النقطة بالنسبة للنقطة هي أن المستقيم دلتا هو واسط للقطعة AB. سي مماثلة A بالنسبة للD يعني أن الD هو واسط القطعة C، وبالتالي إذا كان واسط القطعة إذن هو الواسط الذي يمر من منتصفها والعمودي على هذه القطعة، وبالتالي D عمودي على C. ولدينا في المعطيات الأولى D يوازي الدلتا. إذن إذا كانت D يوازي الدلتا عندنا هنا مستقيمان عموديان. إذا كان مستقيمان متوازيان فكل عمودي على أحدهما فهو عمودي على الآخر، وبالتالي AB عمودي على D. ولدينا AC عمودي على D. إذا كان مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان. إذن AB يوازي AC، وبالتالي AB وAC نعلم أن A نقطة مشتركة بينهما، فبالتالي A وB وC منطبقان. إذن AB وC نقطة مستقيمية. إذن نشكركم على حسن تتبعكم، على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.